خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. طبعا هنبدأ جولتنا من القاهرة، وهنبدأ تحديدا من ميدان العتبة. هنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش، وهنلاحظ ان هناك فيه كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد. شوية بشوية الطريق هتظهر فيه بعض الكثافات، وبعدين هتقل الكثافات دي ونفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. هناك في بعض الكثافات المرورية المتقطعة اللي ممتدة لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. هناخد طريق كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر في محور النصر. نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا والعكس. خلونا نروح لحلوان ونبدأ جولتنا المرورية من هناك، من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي. نفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، وهناك هنلاقي كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش واصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي ان الكثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصلنا لطريق حلوان الكريمات. ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة، بتظهر هناك بعض الكثافات المرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بدءا من نزل كوبري فيصل وحتى شارع التحرير. ظهرت بعض الكثافات المرورية على كوبري الجامعة، كمان في كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين بسبب أعمال التوسعة. لو رحنا المحور صفت فبيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بدأت تظهر فيه بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. كمان ناخد بالنا من غلق الطريق الدائري للقادم من أكتوبر، لازم الاتجاه من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق أمام القادم من طريق الواحات، ويفضل الطريق السياحي الجديد. في شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. كمان هنلاقي إن في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية. وفي محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كده كمان هنشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات نسبية، وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الظهر الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وطبعا شارع التحرير. وكده خلصت نشرتنا المرورية، ونستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وفي فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مطروح 24 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.